هذا جبل سن، هنا منطقة السبع المساجد، وهذه المدينة. لما أجلى النبي عليه الصلاة والسلام أجلى أي طرد يهود بني النضير من المدينة إلى الخيبر بسبب اعتداءهم على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الجلاء بأربع أشهر قررت يهود بني النضير أن تنتقم، ترد الثأر، تنتقم النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين. فحويي بن أخطأ هو اللي راح حرر جيش قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع من قريش جيش ومن يهود بن غطفان وحلفائهم جيش عدده 10,000 مقاتل. لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام خطتهم اجتمع بكبار المسلمين وأخذ بمشورة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وحفر هذا الخندق. يبدأ من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية. طول الخندق 5,000 ذراع، يعني 2.5 كيلو طول الخندق، والعمق 3.5 أمتار، والأرض 4.5 أمتار، بحيث أن الخيل ما تقدر تقفز من الخندق، ولا أحد يقدر ينزل الخندق ويخرج منه إلا بمساعدة أحد. وتخيلوا حفروا، يعني تخيلوا قديش أخذوا عشان يحفروا الخندق. الله ما شاء الله تبارك الله. تعرفوا؟ أنتم جيتوا شرح الإنجليزي. كنت أبغى أشوف إيش يقولوا هم. حفروا في 6 أيام قبل وصول جيش الأحزاب. لما وصل جيش الأحزاب اتفاجأ بوجود الخندق اللي العرب ما يعرفوا من قبل. ففشلت خطتهم الحربية، ما قدروا يدخلوا المدينة. وطبعا صاروا يلوموا مين؟ يلوموا حيي بن أخطب اللي جمعهم، إنه أنت اقحمتني، أنت ورطتنا في هذا الشيء. فجاء حيي بن أخطب وكان هو أدرب تربة المدينة، استطاع دخول المدينة من هذا الجهة. طبعا الجهات الباقية كلها حرات، ما حد يقدر يدخل منها. جاء حيي بن أخطب ليهود بني قريظة، حرضهم على النبي عليه الصلاة والسلام وأقنعهم أنه أتى بجيش كبير سيقضي على محمد وعلى المسلمين ويبغى مساعدتهم. فأنقذ العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا تهجموا على النساء وأطفال المسلمين داخل حصون الأطام. حتى في يهودي دخل لحصن السيدة صفية أو أطم السيدة صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معها في الحصن الصحابي حسان بن ثابت رضي الله عنه. سيدنا حسان كان كبير في السن وشاعر، قلبه رقيق ما يقتل. فالسيدة صفية أخذت منه السيف وقطعت رأس اليهود واحتفظت بالرأس. لما سمع صوت ناس آخرين قادمين للحصن ألقت لهم الرأس من الأعلى. لما شافوا الرأس خافوا، فكروا إنه في جيش في رجال في حصون الأطام، فتراجعوا. ولما عرف النبي عليه الصلاة والسلام كثف الدوريات يحرس المدينة ويحرس تحركات يهود بني قريظة. كان جيش الأحزاب يجري خيوله حوالين الخندق في الليل يخوف المسلمين، وفي النهار كانوا هم يحوموا حوالين الخندق عدة أيام يبحث عن مكان مناسب يستطيع اقتحام الخندق والدخول إلى المدينة. في هذا المكان، هذا جبل الراية، الجبل جذوره ممتدة من الأرض، فالخندق ما كان محفور بشكل متقن من هذا الجهة. استطاعت مجموعة من خيال جيش الأحزاب أنهم يقتحموا الخندق ويدخلوا المدينة، وكان من بينهم عمرو بن ود ونوفل بن عبد الله وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. عمرو بن ود كان فارس كبير وضخم لدرجة أنه هو راكب على فرس ورجوله تسحب في الأرض. فتصدى له سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عمره 17 سنة، كان صغير سيدنا علي بن أبي طالب في هذا المكان. ودارت بينهم مبارزة استمرت من 1.5 ساعة إلى 2 ساعة. استطاع سيدنا علي رضي الله عنه أن يضربه في أقدامه، سقط عنده قباله. بقية الخيالة هربوا من الخندق. نوفل بن عبد الله وهو يهرب لحقه سيدنا الزبير بالعوام رضي الله عنه، ضربه بالسيف وشقه نصين. أما البقية استطاعوا الهرب، فشدد المسلمين الحراسة في هذا المكان. طبعا المعركة استمرت 29 يوم، يعني حدثت فيه أحداث كثيرة. لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام تعب المسلمين لأنهم كانوا في حصار من جوع وسهر وخوف وبرد، فجاء النبي في مكان خيمته، شوفوا المجسم هذا المكان، خيمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الآن مكان مسجد الفتح، واعتكف فيها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، يطلب من الله سبحانه وتعالى هزيمة جيش الأحزاب ونصر المسلمين. استجاب الله لدعوته يوم الأربعاء ما بين صلاة الظهر والعصر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مبسوط مبتهج يبشر المسلمين بالنصر. بعد جاءت العاصفة القوية التي قلبت بيوتهم وخيامهم وأطفأت نيرانهم. كانت العاصفة قوية لدرجة أنه لو اثنين واقفين جنب بعض ما حد فيهم يشوف الثاني، فاشتد الحال عليهم. دخل الرعب في قلوبهم، فاضطروا أنهم ينسحبوا. قال أبو سفيان ارحلوا فأنا مرتحل. انسحبت قريش وانسحبوا اليهود، وقال النبي للمسلمين لا تصلون العصر إلا في بني قريظة. وجوني بني قريظة وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، أمر بقتل جميع الرجال وأسبى النساء والأطفال.